قررت وزارة التربية الوطنية وقف العمل بالمواضيع الاختيارية في شهادة البكالوريا بداية من الموسم المقبل، حيث من المنتظر أن يمتحن التلاميذ في موضوع واحد إجباري لكل الشعب من أجل إعطاء الامتحان مصداقية أكثر تناسباً مع وقف العمل بالعتبة. وحسب المعلومات المتوفرة فإن التلاميذ سيمتحنون في موضوع واحد يمكن أن يحتوي على سؤال اختياري في السؤال الثالث حسب ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية قبل إقرار إصلاحات بن بوزيدة التي تتعلق بالعتبة. والأسئلة الإجبارية التي تم إدراجها بداية من سنة 2008، وجاء هذا القرار بعد التقارير التي تم رفعها للوزارة سواء من خلال الامتحانات الماضية أو الامتحان الحالي الخاص بشهادة البكالوريا، والتي تضمنت أن غالبية التلاميذ يضيعون الوقت في اختيار المواضيع، كما أن البعض منهم يختار حل الموضوع الأول على سبيل المثال، وبعد مرور نصف الوقت يتراجعون ويعودون للموضوع الثاني، مما يسبب حصولهم على علامات متدنية. وأفاد المصدر ذاته أن وزيرة التربية قررت إعادة الاعتبار لامتحان شهادة البكالوريا من خلال تعويد التلاميذ على الاعتماد على الفهم والاكتفاء بموضوع واحد، وهذا من أجل تعويض السنوات الماضية التي فقدت فيها البكالوريا مصداقيتها خاصة بعد إدراج إجراء العتبة. وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة بن غبريط أن امتحان هذه السنة سيكون بموضوعين اختياريين، الأول تقليدي كالمواضيع التي درج على تقديمها، في حين سيعتمد الموضوع الثاني على التحليل والتركيب ولا يقوم على الحفظ. هذا وقد حذر الشركاء الاجتماعيون وأولياء التلاميذ المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوزيرة نورية بن غبريط من خطورة اتخاذ أي قرارات مصيرية مثل ما هو الحال لقرار إلغاء الموضوعين الاختياريين في امتحان البكالوريا دون المرور على نقاش وطني واسع بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم التلاميذ، مؤكدة أن أي تصريح غير مدروس يمكن أن يخرج التلاميذ إلى الشارع ويعيد للقطاع سيناريو الإضرابات والاضطرابات التي عاشها طيلة العشر سنوات الأخيرة.